السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ رجعت لكم اليوم مقطع جديد لدستني 2. طبعا بالنسبة لهذا المقطع شباب حابين نتكلم على كذا شغلة شباب قاعدين يسألوني عنها، وراح أفصل لكم إياها بتفصيل يعني شويتين عشان الكل يفهمها. طيب أول شيء راح نتكلم عليه، راح أقول لكم الأشياء اللي راح نتكلم عليها، هذا أول شيء، وبعدين راح نبدأ فيها قطعة قطعة أو حبة حبة. طيب أول شيء راح نتكلم عنه كيف تجمعون ليجندري شارد بأسرع طريقة. ثاني شيء راح نتكلم عنه كيف نجمع الموارد اللي نحتاجها عشان تطوير الأرمرات. ثالث شيء راح نتكلم عليه الإكزوتيكس اللي ما هي عندكم كيف تجيبونها. طيب راح نبدأ أول شيء بالليجندري شاردز. طبعا زي ما انتم شايفين الحين قدامكم راح أوريكم أنا كم عندي. أنا عندي 21286. طيب أسرع طريقة يا شباب للتفريم لهذا السيزن، زي ما انتم شايفين عندكم الأمبرال إنكرمز هذه، إذا ما حنستفيد منها كل اللي راح نسويه إن احنا راح نروح للهلم وراح نفتحها على طول ونكسر اي شيء يجينا، الا لو جاكم شيء تحتاجونه او مثلا جاكم سلاح الرولات اللي عليه مره كويسه وتبون تخلونه خلوه، ولكن اذا ما انتم محتاجينه على طول اكسروا. طيب هذا بالنسبه لاول طريقه. ثاني طريقه راح اوريكم اياها بالتفصيل، فراح نروح للهلم وراح اوريكم اياها، وبعدين راح نروح لثاني طريقه نجمع فيها على بال ما نروح للهلم. ثاني شيء اذا جيتوا مثلا لهذه الاشياء، مثلا زي ما انتم شايفين مثلا الرجل هذه ما هي كويسه ما احتاجها، راح اكسرها راح تعطيني 4 ليجندري شارد، ولكن انا ابغاها الان لانه في ترايم ابغاها على بالنسبه للتشالنجات الاسبوع او الترايمز، مو التشالنجات معليش الترايمز حقت السيزن هذا محتاج فيها الارمر كامل. راح نجي لهذا المكان يا شباب، زي ما انتم شايفين راح يجيب لي كميه الامبرج انجرمز اللي عندي، راح افتح كل مثلا اللي عندي لو انا مثلا ما ابغاهم بس انا احتاج كذا واحده عشان عندي كذا تشالنج بسويه. راح نجي للأشياء اللي نزلت لي، راح نشوفها قطعة قطعة. الستاتس أبو كلب ماني محتاجها راح أكسر على طول، زي ما شايفين الستاتس مرة مو كويسة راح أكسر على طول. آخر شيء جان اللي هو الصدر، ستاتس ما هي كويسة بكسر على طول. فزي ما شايفين هذه 12 ليجندري شارز جتنا بكل بساطة من طريقة الأمبرال إنجرمز بالنسبة للسيزن هذا. طيب ثاني طريقة ممكن أوريكم إياها في التاور، راح نروح التاور وراح نشوفها مع بعض. بالنسبة لطريقة التفريم اللي في التاور راح تكون شويتين غريبة. المثير اللي راح نحتاجه اللي هو الجنسميث ماتيريالز، هذه اللي راح نحتاجها. هذه كيف تجينا؟ هذه تجينا لما نكسر اي هذه تجينا لما نكسر اي قطعة من الاسلحة، ما تجينا من الارمرات تجينا من الاسلحة. فراح نروح التاور وراح نشوف مع بعض كيف طريقة ان احنا ممكن نفرم بهذه الطريقة، وراح زي ما قلت لكم راح اوريكم كل شيء بالتفصيل عشان الكل يقدر يفهم ايش اللي قاعد يصير او ايش هي الطريقة. طيب زي ما شايفين الحين خلاص راح نهبط في التاور، واول ما نهبط راح نروح زي ما شايفين راح اوريكم بالضبط. اول ما نهبط عندنا زفالة قدامنا هناك، احنا ما علينا منه، احنا راح نجي نلف هذا المكان اللي نفتح فيه البرايم انجرامز برضو ما علينا منه، راح نجي هنا بالضبط يا شباب. راح نجي عند البانشي 44. بانشي 44 هو اللي نشتري منه اسلحه ونشتري منه البونتيات حقت الجنسميث عشان نطلع لنا الماتيريالز. زي ما شفت قبل شوي كان طالب مني 100 ماتيريال ويعطيني انجرام، فكل اللي راح اسويه راح اسوي نفس هذه الحركه، راح اعطيه 100 ماتيريال واخذ الانجرام، راح اعطيه 100 ماتيريال وراح اخذ الانجرام. بهذه الطريقه يا شباب زي ما شايفين راح تجينا كميه اسلحه مره كبيره. راح اجي اشوف الرولات، اذا جاني سلاح مره كويس راح اخليه، سلاح مره ما الرولات حقتها مثلا ابو كلب راح اكسر زي ما شفتوا. الحين كسرنا 3 اسلحه، هذه بس عشان اوريكم 12 ليجندري شارد برضو جتنا ويرجع لنا 3 جنسميث ماتيريال. بهذه الطريقه يا شباب مدينا نجمع ليجندري شارد باسرع طريقه. كان في طرق ثانيه بس ولكن للاسف انها كانت في الاسابيع اللي او مو الاسابيع معليش كانت في السيزونات القديمه، ما هي في السيزونات هذه الان اللي احنا فيها، كانت في السيزونات القديمه كان في طرق مره كثيره كان يمديك تفرم فيها واسرع من الطرق هذه، ولكن للاسف الطرق هذه ما عاد صارت موجوده فما يمديك تفرم بهذه الطريقه. طيب ثاني شيء راح نتكلم عليه اللي هو كيف نجمع ماتيريال حق الارمرات وكيف نقدر نجمع باسرع طريقه. طيب زي ما شفنا الحين مثلا هذا ارمر عندي ابغى اطوره، فكل اللي علي ان انا اجي هنا ادخل على الارمر. طب راح نمشي مع بعض خطوه خطوه. هذه اليد راح اجي عندها راح اضغط مثلث او واي حلو، وراح اجي عندها راح اضغط اي راح تتطور اليد التطوير الاولى، راح تتطور اليد التطوير الثاني. زي ما شايفين مطلوب مننا بس جليمر وليجندري شارد، هذه الاشياء بسيطه انا بس بوريكم لين متى، وبعد اشوف من اول ما وصلنا ليفل 5، من ليفل 5 ليفل 6 راح يبدا يطلب مننا الانهانسمنت كور. طيب الانهانسمنت كور كيف نجمع؟ اسهل طريقه نجي عند بانشي نقوم نسوي البونتيات الديلي بكل شخصيه، يمديك تسوي 4 بونتيات، فلو تجي تحسبها 12 انهانسمنت كور يمديك تجيبها كل يوم. فهذه اول طريقه عشان نجيب الانهانسمنت كور. طيب نكمل في التطويرات ونشوف ايش يطلب مننا غير الانهانسمنت كور. طبعا غير كذا الانهانسمنت كور برضه تقدر تجيك من غير البونتيات، يعني يمديها تجيك لما تكسر اي سلاح، لما تجي تكسر اي ارمر برضه تطيح لك. فهذه اول طريقه يمديك تجيب فيها انهانسمنت كور. الان وصلنا الحين يطلب مننا بريزم. طيب كيف نجمع بريزم؟ البريزم في كذا طريقه يمديك تجمع منها، يمديك تروح عند بانشي تقريبا عنده ترى كل شيء.
مديك تجي عند بانشي يبيعها تحت هنا زي ما شايفين بالانهانسمنت كور وماتيريال حق السيزن او معليش ماتيريال حق العوالم وجلمر زي ما شايفين. عندكم خيارين يا بالماتيريال هذا يا بالماتيريال هذا. طريقه ثانيه يمدينا نفرم فيها لو نروح نفتح العالم الخريطه كامله ونجي عند كلمه فانغارد نجي للنايت فولز ونروح نضغط على كلمة أدبت ونجي هنا راح نشوف انه من 1290 وانت طالع يبدأ يطيح لك Enhancement Prism. طبعا زي ما شايفين هنا Common فيطيح اكثر في الـ Legend Uncommon فيطيح اقل في الـ معلش في الـ Hero Rare فانت وحظك. فبهذه الطريقة. الطريقة الثانية من الاسبوع الجاي بإذن الله من ريست الاسبوعي في الجراند ماستر اطح لك الفرصة انها تطيح لك اكثر من الـ Nightfall العادية. فهذه طريقتين كيف تقدر تجمع فيها Prism بأسرع طريقة. طيب الحين نكمل في اليد ونشوف ايش المتطلبات برضو زيادة غير البريزم. خلونا نشوف لو كملنا وصلنا لين التطوير التاسع وجينا عند التطوير العاشرة راح يطلب اسندن شارد بدال البريزم. طيب كيف نجيب اسندن شارد؟ برضو نفس الشيء بانشي يبيعها بعشرة بريزم 100 ماتيريال من العوالم و50 الف جلمر. هذه الاشياء مرة بسيطة ومفهومة. طريقة ثانية كيف نقدر نفرم عليها بكل بساطة اقدر اقول لكم انه برضو لو رحنا للنايت فولز ورحنا برضو نفس الشيء وضغطنا على كلمة أدبت في الهيرو في الليجند ما حيطيحها ما حيطيحها غير في الماستر. وطبعا الشانس انها تطحلك او الفرصة انها تطحلك ما هي كبيرة فبرضو انتو حظك. اسهل نايت فول ممكن تفرم فيه اللي هو نايت فول ليك اوف شادو. ونصيحة نصيحة نصيحة اذا نزلت الجراند ماسترز نصيحة فرموا عليها لما تجي ليك اوف شادو اسهل طريقة يمديكم تجمعون فيها. طيب ليش قاعد اقول لكم ليك اوف شادو؟ انا راح اقول لكم ليش قبل ما ننهي موضوع الماتيريالز حقت التطويرات حقت الارمرات. لو نجي نشوف هنا مع بعض يا شباب راح اوريكم ان انا عندي شوفوا كم هلمت مطورة هذه كلها بسبب التفريم شو اسمه يا ربي قولوا معي هذا كله بسبب بس تفريم اللي هو ليك اوف شادو نايت فول ليك اوف شادو لما جاء قبل سيزنين او ثلاثة كانت موجودة في الجراند ماستر قعدت افرم فيها وجمعت كمية مو طبيعية لدرجة انه كنت اخذ زي ما شايفين الحين قدامكم راح اوريكم كنت اجي هنا الكوليكشن واروح عند الاكزوتكس واروح عند الارمر اجي عند الهلمت حقت هذه حقت الوورلك اسحبها من هنا واطورها اطورها وارميها في الفولت عشان اقدر اشيل اكثر. فهذه هي كانت الطريقة اللي كنت أسويها. طيب هذا زي ما قلت لكم الآن هذا كذا شرحت لكم كيف تجمعون ليجندري شارد بأسرع طريقة وكيف نجمع ماتيريال حق تطويرات الأرمر بأسرع طريقة. آخر شيء بالنسبة للإكزوتكس اللي ما هي عندنا في السيزن. طيب بالنسبة لو جينا للجهاز هذا اللي هنا جنب الفولت في التاور ودخلنا عليه. طيب يا شباب زي ما شايفين يمدينا نشوف أي إكزوتك ما هو موجود عندنا زي ما شايفين قدامكم ممكن نحصله. أي شيء ما هو موجود عندنا يمدينا نشتريه. طبعا زي ما شايفين قدامكم الماتيريالز تفرق. يعني زي هنا مثلا طالب ماتيريال حقه التانجل شور جليمر اسندن شارد واكزوتيك سايفر راح اوريكم كيف تجيبون الاكزوتيك سايفر بس راح نوريكم الاسلحه كلها الموجوده قدامكم الان. طيب اللي راح يسال ليش هنا ما في غير ثلاثه اسلحه راح اقول لكم لانه هذه لسه قاعد تكمل معانا. اخر سلاح جانا السيزن هذا او السلاح اللي السيزن اللي فات كان اللي هو الاكزوتيك هذا اللي هو السايد ارم حق ستيسس والاسبوع السيزن هذا جانا اللي هو شو اسمه قول معي يا رب جانا اللي هو اللينر فيوجن رايفل اللي هو لنر فيوجن معليش اللي هو لورنس. فما حتلاقونه موجود الان هنا الا السيزن الجاي. السيزن الجاي راح تجون هنا ولو نضغط على هذه واي راح نلاقيه انضم لهذه المجموعه. طيب هذه طريقه انه مثلا لو في اكزوتكس ما هي موجوده عندكم في اكزوتكس موجوده هنا. في طريقه ثانيه اذا ما هو موجوده عندكم ممكن تطيح لكم من العالم وانتم قاعدين تلعبون وانتم بس كذا قاعدين تتمشون وتتضاربون وزي كذا برضه ممكن تطيح لكم. طريقة ثانية كيف ممكن برضو نجيب فيها اكزوتكس ما هي موجودة عندنا؟ نروح كل اسبوع يوم الجمعة لما نيجي زر نروح نشوف وين مكانه ونروح لزر. راح نروح لزر الان مع بعض وراح اوريكم كيف نقدر نشتري اي اكزوتك ما هو موجود عندنا بالاضافة الى كيف نجيب اكزوتك سايفر كل مرة لو احتجنا. فهذه الطريقة راح اوريكم اياها الان مع بعض وباذن الله باذن الله انه من بداية الريست الجاي الاسبوعي الجراند ماسترز راح تبدا. إذا ربي وفقني وأعاني بإذن الله والشباب اللي راح يساعدوني على هذا الشيء كانوا موجودين ويعني بالأصح كان عندهم وقت إنهم يقدرون يدخلون يساعدوني في هذا الشيء راح نصور لكم بإذن الله الجراند ماستر وكيف خلصناه وإيش استخدمنا وراح أصور لكم الجراند ماستر كامل من البداية للنهاية وراح أوريكم بكل بساطة إيش سوينا وين زبنا إيش كيف ذبحنا البوس إيش الأسلحة اللي استخدمنا راح أوريكم كل شيء بإذن الله إذا ربي وفقنا والشباب اللي كانوا راح يصورون معاي كانوا موجودين. طبعا زي ما شايفين الحين جينا نسس لأنه زر موجود في الأسبوع هذا موجود في نسس فراح نروح لزر وراح نشوف أو بالأصح راح أوريكم
الشيء اللي كنت ابغى اوريكم اياه انه لو في مثلا اكزوتيك نبغاه وما هو موجود ونبغاه نجمعه، زي ما قلت لكم ممكن يطيح لكم من العالم، ترى ممكن يطيح لكم كذا بطريقه عشوائيه. نرجع نزر، راح نجي راح نشوف ايش السلاح اللي قاعد يبيعه. قاعد يبيع زي ما شايفين الاسبوع هذا قاعد يبيع الهارد لايت، فممكن تشترون الهارد لايت لو ما هو موجود عندكم. بالنسبه للارمرات نفس الشيء، في شيء مهم عندكم اشتروه، حتى لو الستاتس كانت مو كويسه بس اشتروه على الاقل يكون عندكم الارمر، يصير مضمون صار جاكم. ويمديكم تشترون انجرام من هنا، تشترون واحده وبعدها راح يطلب منكم عشان تاخذون واحده ثانيه في نفس الاسبوع، راح يطلب منكم انكم تدفعون الاكزوتيك سايفر. طيب كيف نقدر نجيب اكزوتيك سايفر؟ عند زر نروح للصفحه الثانيه راح نلاقي فيه كويست، الكويست هذا ناخده ونخلصه وراح يعطينا اكزوتيك سايفر. طيب كل اسبوع يمديك تفرم على اكزوتيك سايفر، فلنفرض انا الحين عندي اكزوتيك سايفر وفي اكزوتيك موجود في التاور، اما هو موجود عندي انا بالراحه اقدر اروح التاور واشتريه، حلو، وكذا انا اخذت اكزوتيك ما هو موجود عندي من الاسلحه. طيب الان عشان مثلا ابغى اشتري سلاح ثاني برضو، راح اروح لزر اخذ الاكزوتيك الاكزوتيك كويست اللي هو حق السايفر وراح اشتري، او بلا صح راح اجيب السايفر، راح اخلص المطلوب مني للسايفر، وبعد ما اجيب السايفر اقوم اروح اشتري سلاح ثاني. كذا انا قدرت اشتري سلاح كل اسبوع، فانت لو تسوي هذه الحركه كل اسبوع يمديك تشتري سلاح كل اسبوع. فبهذه الطريقه زي ما انتم شايفين قبل شوي. زر برضو يبيع اسلحه وارمرات، ايش الحلو فيها؟ انه لازم تشيك عليها، اذا الرولات حقتها كويسه خذها، اذا الارمر والله الستاتس حقته برضو كويسه خذها، ما انت خسران شيء، خذ اللي تبغاه وخذ اللي يفيدك. لا تاخذ شيء تقول مثلا انا ممكن العب فيه ممكن ما العب فيه، لا، اذا انت راح تلعب فيه خذه، اذا ما حتلعب فيه لا تصرف ماتيريال عبث، لانه زي ما شفت قبل شوي لما كنا هناك 100 ليجندري شارد عشان تشترون قطعه واحده، فحرام اني اصرف 100 ليجندري شارد في شيء انا يمكن ما احتاجه. طيب اخر شيء حاب اني اتكلم عليه يا شباب، بالنسبه لبانشي، بانشي كل يوم تعالوا شيكوا عليه، يوميا يوميا تعالوا شيكوا عليه. زي ما شايفين الحين قدامكم هذه الاسلحه اللي قاعد يبيعها قدامكم، السلاح الفيوجن اللي انا كنت قاعد اقول لكم تعالوا حاولوا تفرمون عليه، للاسف جايبه برول خايس، ولكن كل يوم يتغير الرول اللي قدامنا. يعني زي ما شايفين اليوم هيب فاير جريب وثرش، بكره لو تجون بعد الساعه 8 العشاء راح تلاقون الهيب فاير جريب وثرش تغيرت، ممكن تلاقون شيء ثاني. بالنسبه للشباب اللي كانوا يسالوني على النوينج هانجر اللي انا قاعد العب فيه، موجود الان بكل كليب، انا اللي معي زن مومنت كل كليب، ولكن زي ما شايفين موجود بكل كليب. طب انت ممكن بس تبغى كل كليب عليه لانه هو اللي يفيدك، موجود زي ما شايفين كل اسبوع. شوف كل اسبوع تتغير الاسلحه هذه كامله، ولكن لما تنزل الاسلحه كل اسبوع كل يوم تتغير البركات اللي موجوده على السلاح. فباختصار اول يوم في الاسبوع اللي هو مع الريست الاسبوعي تعالوا شيكوا عند بانشي ايش الاشياء اللي قاعد يبيعها وايش الاسلحه اللي قاعد يبيعها. بعدين اذا شفتوا مثلا في سلاح تبغونه يوميا تعالوا شيكوا عليه، لعل وعسى انه يطيح لكم الرول اللي انتم تبغونه على السلاح اللي انتم قاعدين تحاولون تفرمون عليه. هذا يا شباب كل شيء حبيت اني يعني افهمكم اياه او اتواصل معاكم فيه، وحاب اني اشرح لكم اياه اشياء بسيطه. انا عارف بس في شباب كثيرين كانوا يسالوني عن هذه الاشياء وحبيت اني اصور لهم مقطع واشرح لهم اياه بطريقه ابسط واسرع. طيب شباب الله يسعدكم يا رب على الدعم اللي قاعد يجيني على مقاطع دستني، الله لا يحرمني منكم، دعمكم ما شاء الله شيء مو طبيعي في الايام اللي فاتت، يا رب الله لا يحرمني منكم، وباذن الله باذن الله من الان الى الافضل يا رب، وباذن الله اني انا دائما قاعد افيدكم، وباذن الله المقاطع الجايه تكون افضل. اخر شيء حابب اني اقوله يا شباب الله يسعدكم، ولا تنسون تشتركون في القناه اذا ما انتم مشتركين، وزر اللايك يا شباب اذا عجبكم المقطع وحسيت انه افادكم، ويا رب يا رب انكم تسعدوني بزر اللايك لانه شيء ترى يحمسني ان انا اكمل. وبالاضافه يا شباب انشروا المقطع للي تحبونهم لعل وعسى انهم يستفيدون من هذه المقاطع يا رب، والله يسعدكم يا رب، ونشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي. مع السلامه.